بالنسبة بقى ندخل في قصة تانية ونبوشة، كنت انت الوكيل للمدير الفني السابق لنادي الزمالك نبوشة، عايزين نعرف المفاوضات تمت ازاي وكواليسها كانت ايه، خاصة مع رحيله هو ما كملش فترة كبيرة مع نادي الزمالك. هو طبعا بدأت المفاوضات من بعد البطولة العربية 2017 اللي كانت موجودة هنا في مصر ما بين اسكندرية والقاهرة. حصل اهتمام من نادي الزمالك، فحصل التواصل وكان عمل نتائج هائلة جدا مع الفيصلي. صادفوا للأسف سوء حظ، لأن الزمالك في الفترة ديت كان طالع من حقق بطولة الدوري 2015، بعدها شوية الأمور كانت صعبة. فترة 2017 الزمالك كان بيبني تيم جديد بالكامل، كان جايب لعيبة كتير، أنا في رأيي إن هو اللي حط النواة للفريق اللي خد الكونفدرالية، لأن هو كان معاه بداية ناس زي من كبير زي محمود علاء، كان متواجد معاه في الفترة ديت مدبولي، الشامي، أحمد رفعت، الزاسسي، مصطفى محمد، كان ورزاق، كل ديت كانوا في الفترة دي. فأنت تيم جديد بالكامل، هو بصدفه سوء حظ، أنا مش دفاعا عنه، ولكن أنا بتكلم لأنه بعد كده حتى لما راح الشرطة العليا حقق الدوري، الصفاقسي حقق الكاس، هو متواجد دلوقتي في الأهلي القطري، حقق مراكز كويسة. أنا بشوف أنه هو صادفه سوء حظ، لأن ما خدش الوقت الكافي أنه هو يحصل الهارموني ويكمل النجاح مع الفرقة ديت.